اللحظات الأولى لاندلاع الحرائق في ريف اللاذقية الشمالي، وعملاً بواجبهم الإنساني مبادرات عدة واستجابة إنسانية فورية للقرى المتضررة بالتواجد جنباً إلى جنب مع فرق الإطفاء من خلال المشاركة في عمليات الإخماد وأخلاء العائلات التي وصلت الحرائق إلى منازلها وإيوائها في أماكن أكثر أماناً، كما كانت سيارات الإسعاف متأهبة ومتواجدة لتقديم الإسعافات الأولية والإغاثة، وتم نقل العديد من الإصابات إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما وتم إغاثة الأسر المتضررة من الحرائق في محافظة اللاذقية التي تعيش ظروف قاسية للمرة الثانية بعد الزلزال، ومساعدتهم عبر تقديم الاحتياجات الطبية والغذائية والمأوى والحماية والدعم النفسي والاجتماعي، وتقديم الاحتياجات لمرحلة ما بعد الحرائق وتلبية الاحتياجات البيئية واحتياجات فرق الإطفاء والدفاع المدني. وتم تقييم أوضاع العائلات المتضررة جراء الحرائق وتوزيع سلل معلبات وخبز وشواحن طاقة شمسية وبدونات، كما تم تقديم الدعم النفسي اللازم لتخفيف مصابهم وتنفيذ أنشطة ترفيهية للأطفال ليتخلصوا من مشاعر الصدمة والحزن. بالإضافة لنشر التوعية بالسلوك الأكثر أماناً حول الألغام باعتبار أن هذه القرى ملوثة بمخلفات الحرب، والعمل على تحقيق الاستجابة بالسرعة الممكنة. تبرز أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التعاون والتنسيق مع باقي الجهات الحكومية والأهلية بتحقيق النتائج المرجوة بالاستجابة ومساعدة المتضررين.